سنرجع بك إلى الوراء، إلى بداية هذه الفكرة عندما انطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كان الهدف هو تواجد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ثم إنشاء أول موقع إخباري يعنى بالطرقات وحركة السير في الجزائر. في هذه الفترة بالذات نضجت هذه الفكرة الخارجة عن المألوف، حدثنا عن هذا الانطلاقة. طبعا هو المألوف دائما أن المواطن الجزائري يأخذ سيارته ويتنقل من تقريبا هي في الغالبية من مكان العمل إلى البيت، لأنه هذه هي الأوقات الازدحام الكبيرة. في يوم من الأيام أردت الفكرة أن تخرج عن المألوف، يعني كلنا نخدو طريق ما نعرفوش، ولا الصديق لي يعني هو اللي قام بإنشاء، هو اللي كانت عنده الفكرة الأخ أبو حازم، دونك قال لما لا نديروا إن بلاتفورم، يعني صفحة في وسائل التواصل الاجتماعي، ولا وين كل شخص يقدر يحط معلومة تاع طريق المكان اللي راهو فيه، وبالتالي سهل علينا جميعا انه في عوض ما نكونوا اثنين ولا ثلاثه نتبادلوا المعلومه تاع طارق بالهاتف، لما لا يكونوا معنا 1000 او 2000 شخص يتبادلوا معنا المعلومه. هي الفكره بدات هكا، والحمد لله الصفحه اليوم راهي فيها تقريبا 2,800,000 ابون. ما شاء الله، رقم كبير وعدد كبير. انت تحدثت عن صديقك، وانا اعتقد انكم كنت المبادره هذه اطلقها 4 اصدقاء. والله هي البدايه اطلقها هي الفكره جات من عنده، والانطلاق تاع الصفحه انطلق فيها 4 اشخاص. ثم بعد الصفحه رحنا للجمعيه، وبعد الجمعيه رحنا للتطبيق. يعني الحمد لله ما زالت الى حد الان راه غير تزيد تكبر يوم بعد يوم.